الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. طيب بس ممكن يعني أسأل عن حضرتك شيعي؟ لب الحديث؟ لا شيعي. نعم. اتفضل طب بس لب الحديث سؤال. اتفضل. احنا قلنا عايزين احاديث مسنده للحسن رضي الله عنه وارضاه. طيب موجود، بس ممكن بس تستنى علي دقيقة. استنى عليك، ما في مشكله، اتفضل. انتظر بس ثواني. اتفضل. الحسن وليس الحسين. انتظر. الحسن رضي الله عنه وارضاه. يعني انت مثلا تقول نعم. ايه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الحسن رضي الله عنه وارضاه. ايوه ثواني راح اطلع لك، بس يعني اذا في مجال تنتظرني ما تقفل علي. ما فيش مشكله. انت بتطلع منين؟ طلع من كتبنا طبعا، يعني يعني انت ممكن ماسك، وممكن من انت ماسك كتبكم قدامك اصلا. كتاب ولا من على الانترنت؟ لا من الانترنت. لا اكذب. جميل قوي. بس عشان انا احب ارد على واحد اهبل كده قال لك اللي بيستعمل الانترنت واللي بيستعمل جوجل. اتفضل. معلش بس بلا هالالفاظ يعني. اتفضل. انا ما عندي مشكله، المهم ان يكون حديث صحيح. لو تجيبه حتى منين ما في مشكله. يلا اتفضل. حديث مسند بس. مسند مسند بس انتظرني يعني. والله منتظرك، والله ما فيش مشكلة. يعني أنت تقول أنه لا يوجد. تمام، أنا راح أطلع لك يعني. أنا ما قلت ما يوجد، يعني أنا قلت إن أنتوا عندكم حوالي 1000 مؤلف. الألف مؤلف فيهم حوالي 2000 إيه 200 ألف رواية، فيهم حوالي 200 ألف رواية. فتخيل من ضمن 200 ألف رواية يكون للحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه 5 روايات صحيحة بس. تخيل. مين اللي قال انه كلهم صحيحات يا اخ وليد؟ مين اللي قال انه كلياتهم صحيحات يعني؟ يعني من ضمن مثلا ال 200 ألف رواية نقوله مثلا فيهم 1000 رواية صحيحة؟ يعني ممكن يعني، بس ما قلنا انهم كلهم يعني صحيحات. ماشي ماشي، خلينا في خلينا في الموضوع. تمام يعني. انت لا تريد اقوال مثلا، تريد انه يعني احاديث. لا انا اريد احاديث مسندة. مسندة على فكرة ممجد يوجد عندكم حتى في أهل السنة يعني أسانيد مالكش دعوة مسندة. بأهل السنة والجماعة. يعني أنا النهاردة بقول إن يعني أنتوا دايما تقولوا إن أهل السنة والجماعة كتموا علم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة أخفوا علم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمالين كل شوية فاتحين أصواتكم في السبائيات وأهل السنة وأهل السنة. طب يا سيدي بلاش أهل السنة والجماعة، عايزين علمهم من الكتب عندكم بس. طيب مو مشكلة. ما في مشكلة، وأنا برضو مش شايف مشكلة والله. اتفضل. يلا أرجوك بس لا تسكر علي أرجوك. لا لا يلا يلا توكلنا على الله. اي والله توكلنا على الله. على فكرة أنا عارف إن أنت هيجي في يوم من الأيام بإذن الله تعالى تبقى سني إن شاء الله. يعني والله ما بعرف يعني ايش أقول لك. والله العظيم يعني أنتوا يعني الصراحة لو أنه تدعوا مثلا في كل ترغيب يعني مو مشكلة، بس انه والله ما احيانا عندنا والله ما عندنا مشكلة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانت النهاردة بنفسك هتتفاجأ بحاجات يعني سبحان الله. بس لازم تبينوا يعني. انا ما بنشوفكم الا مناظرات ضد الشيعة والشيعة والشيعة. ما طيب عشان انتوا اللي مثلا بتسبوا وتشتموا، مش عندكم بتسبوا وتشتموا. بص عملت لك صاروخ اهو. لا مو الكل مو الكل مو الكل مو الكل مو الكل في شيعة سوريا ولبنان ما بيسبوا. انت سوري مش كده؟ نعم. طيب طب والله يعني ما عندي العلم اللي اعطيك اياه على الاسانيد. اذا بتحب يعني افصل. لا انا عايزك بص، انا عايزك والله بجد، انت ممكن تبقى ضيف دائم للحلقه ان شاء الله. انا عايزك بس تتصل باي معمم او انت عارف اي معمم، قول له لو سمحت انا عندي سؤال. هيقول لك اتفضل. قول له انا عايز بس مجموعه روايات للحسن رضي الله عنه وارضاه. انت هتقول له طبعا الامام الحسن عليه السلام، هتقول له عايز روايات للامام الحسن عليه السلام مسنده عليه، يعني بسند صحيح. مش مشكله يعني النهارده، يعني انا مش بلزمك يعني النهارده. حتى ما لو في مشكله، اعطاني مثلا شيء مو صحيح انا ممكن اعتبره صحيح لانه ما عندي علم. ما فيش مشكله، هاتهم وخلاص. يعني هاتهم مسندين وخلاص، وارجع اتصل وارجع اتصل تاني وانا عيني عشانك. والله يعني احبك في الله، بس انت يعني يكون شوي والله العظيم وانا بحب لكم الخير. يعني بص ما في بص بص ما في دين الله عز وجل انزله من السماء يعتمد على السب واللطم والطعن والشتيمه. يعني هو هذا بس اللي تحريف القران اللي بيقولوا فيه هذا اللي بيزعجني. لا ده في حاجات كتيره، يعني مثلا انا مش راضي ادخل. انت تعرف انا ممكن اعمل لك حلقات عن تحريف القران.
اعمل لك حلقات عن التوحيد، ما حرفوا لا عن توحيد الله عز اعوذ وجل. بالله اللي يقول بتحريف كتاب الله يعني هذا مو مسلم ابدا. بس هن ما قالوا كلهم يعني، ممكن مثلا تسمع هون اصلا ما يعني انا سمعت كثير هم ما قالوا بتحريف القران. لا اما هو لا عندي بص عندي علماء صراحه كده عندك انت يعني قالوا بتحريف القران صراحه كده. ليس النسخة الموجودة يعني القرآن الكريم يعني كلام الله الآية الذي نقرأ فيه ونأخذ منه. أنا عايز أسألك سؤال بس تجاوبني بأمانة بالله عليك. نعم. آخر مرة قرأت فيها القرآن إمتى؟ يعني مسكت المصحف وفعلا قعدت وقعدت تقرأ، مش تقرأ عشان تطلع آية، لا عشان تقرأه فعلا كقرآن كريم. أقسم بالله أقسم بالله أني حفظان البقرة وحفظان جزئين عم وتبارك والكهف ومريم. تريد يعني اختبرني يعني؟ لا انا مش هختبرك والله، انا انت عندي صادق، انت بص من صوتك ومن لهجتك انا بحس بالبني ادم اللي قدامي. لكن اخر مره فعلا فتحت المصحف دلوقتي المصحف وقعدت تقرا فيك قراءه امتى؟ لا انا اراجع الان ادرس يعني، مو انه اقرا الان. طب الحمد لله رب العالمين، والله ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام هشوفك صدني باذن الله تعالى. لان احنا ما عندنا ما عندنا اعتراض على اي حاجه، بنحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا ما عندنا بغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. انت هتكسب الصحابه ومش هتخسر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم انه يعني قول اللي عندك، قول اللي في قلبك، تفضل ما فيش مشكله، قول اللي في قلبك. طيب باختصار الخلافه والكلام كله هذا يعني ما يعني لا بس يعني اذا مثلا يعني لا اقول لك انا احكي لك اللي في صدري مثلا. نعم. اذا شيخي قال لي مثلا يعني انه يعني ما اريد اني اتكلم مثلا كلام مثلا عن ابو بكر مثلا. نعم. قال لي كذا وكذا وكذا، طيب انا يعني منين اعرف انه هو يكذب مثلا يعني او هو يصدق؟ حكم عقلك. مرر الكلام على عقلك، يعني مثلا يجي واحد يقول لك ايه؟ طيب انا محكم عقلي علي بن ابي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. طيب مين من باب اولى انه يعني الخلافه يعني؟ طب ما هو لو هو من باب اولى، طب ليه ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابناء؟ فلماذا ماتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان من باب اولى برضو ان هو الله عز وجل يسيبهم احياء، على الاقل كنا هنقول دول ابناء النبي. ولا مش مظبوط؟ يعني ساعتها هنقولوا دول ابناء النبي. فمين أبو بكر أو مين عمر أو مين عثمان جنب ابن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فليه ربنا ما سابهمش أحياء؟ لا فهي المسألة مش مسألة عشان ابن عشان هو يعني ابن عم النبي يبقى هو لابد أنه يكون الخليفة. ولكن أنت اسأل نفسك مثلا سؤال، قول أين بالفعل علي بن أبي طالب قال أنا الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بروايات صحيحة ليس فيها بقى غلو وليس فيها الكلام ده كله؟ مش هتلاقي. طب اريد اسالك سؤال واحد فقط. فضل. بس سؤال واحد. صحيح انتم يعني انه ابو بكر وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب ويعني الصحابه يعني كانوا لا لم يوجد ولا اي خلاف يعني بينهم، انتم تقولون يعني ولا اي خلاف ولا يعني الخلاف اللي حدث بينهم، الخلاف الذي حدث بينهم هي قضية فدك لا أكثر ولا أقل. قضية فدك لا أكثر ولا أقل. بعد كده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبو بكر وعمر وعثمان، بعدها بقى حصلت المشاكل اللي هي الخوارج اللي جم على عثمان بن عفان فحصلت مقتلة، فطلعوا بعض الصحابة طالب بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه في عهد علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لم يوافق على هذا الموضوع وقال بل نؤجل القصاص من قتلة عثمان، فحصل الخلاف هنا. لكن في أيام أبو بكر الصديق لم يحدث خلاف، في عصر عمر لم يحدث خلاف، في عصر عثمان لم يحدث خلاف، ولكن الخلاف بعد كده على دم عثمان. وعندكم أنتوا أصلا في نهج البلاغة لما تدخل نهج البلاغة يعني سيدنا علي بن أبي طالب لما كان بيتكلم في معاوية وجيش معاوية قال لا نستزيدهم في إيمان بالله واليوم الآخر ولا يستزيدنا في إيمان بالله واليوم الآخر وأن الرب واحد والنبي واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن بس من معاوية سب بس معاوية ذكر أنه سب عليا يعني
يا سيدي هي المسألة، المشكلة ان انتوا بتروحوا نهج البلاغة لفتافة الامور، يعني بمعنى ايه؟ يعني حصل ما بينهم قتال، فيجي يسيب لك القتال ده كله ويقول لك اصل معاوية سب علي. نعم، هي القضية مش هنا، ده حصل ما بينهم دماء، ومع ذلك علي بن ابي طالب، ومع ذلك علي بن ابي طالب في الدماء ديت، في الدماء ديت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه شهد لهم بالايمان. نعم، لان القضيه هي مساله عثمان بس ودم عثمان بس، لكن ما فيش شيء ما بينهم. طيب يوجد انه يعني كمان عليا سب الصحابه، وانتم تقولون يعني ان يعني عليا يقول لا تكونوا سبابين لا تكونوا شتمين، هناك امور متناقضه جدا جدا. انت تعرف السب يعني، اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا انت مفكر ان السب دلوقتي زي سب بين احنا دلوقتي زي يعني بتوع الشوارع والكلام ده كله، لا. يعني مثلا لما واحد يقول له سكلتك امك، ده يعد سب، واخد لي بالك؟ فهو ايه نوع السب اللي كانوا بيسبوا بعضهم فيه؟ يعني مثلا يقول له، يعني مثلا انت تخيل مثلا الصحابي يقول له اشتموا بامه. صحيح صحيح، معاك حق. فايه القضيه هنا؟ فانت تعرف الاشكاليه كمان ايه؟ ان انتوا بتجيبوا قضيه من الاسفل وليس من الاعلى. يعني ايه بالظبط؟ يعني مثلا بتاخدوا مساله مقتل الحسين يعني رضي الله عنه وارضاه. يا شيخ لا تصنفني من هؤلاء الكذابين، يعني الذين انت يعني انت مثلا مثل يعني انا والله شوف اقسم بالله يعني وقت اللي بشوف مو هذا الثاني اللهم صل على سيدنا اللي بيسب بيطلع هيك بس مشان يحكي على عائشه او كذا او هذا، يعني والله انا ما بريد ان اكون منه، يعني ما تفكر انه كل الشيعة يعني بريدوا انه يكونوا منه. انت لا تصنفني من يعني من جميل. كل اللي بيحبوا يسبوا ويشتموا ويتمسخروا. جميل، يعني انا اقول لك حاجه كده بسيطه كده تمام بلا داعي لذكر اسماء، لان ذكرهم بصراحه يعني بيجيب شيء في القلب، ولكن انا هقول لك حاجه. لما تيجي مثلا تقرا في القران الكريم، وانت بفضل الله عز وجل بتقول انا بحفظ القران الكريم، لما تجد مثلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم، فليه ربنا قال امهاتهم على أمهات المؤمنين وما قالش مثلا رجال المؤمنين؟ وستظل الآية دي في القرآن الكريم حتى يوم القيامة، حتى ينزع القرآن الكريم حتى من صدور الرجال. فتخيل مثلا ربنا بيقول لنا كده، وأنا كل ما أفتح المصحف ألاقي فيها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم أمهاتهم أمهاتهم، كل ما أقرأ أمهاتهم أمهاتهم أمهاتهم، أسمع كلام الشيعة يقول لك أم المجنبين أم المنافقين. طب هي هنا في القرآن بيقول أم المؤمنين وستظل أم المؤمنين إلى يوم القيامة، فهل أسمع كلام القرآن ولا أسمع كلام الذي غير وبدل الكلام إلى أم المجنبين وإلى أم المنافقين؟ ما هي أم المؤمنين، ما كلمة أم المؤمنين تشمل من؟ يعني كلمة أم المؤمنين مش تشمل علي بن أبي طالب؟ يا شيخي يا شيخي، أنا بالنسبة لي يعني أنا القرآن عندي أول شيء، مين يعني حتى أنتم حتى أنتم صح. يعني تسمعوا القرآن قبل كل شيخ، يعني أنا بالنسبة طبعا. لي مازال ما عندي علم ولا أي شيء، مثلا أسمع القرآن صحيح؟ صح. بس التفسير هو التفسير والتأويل، ما في بيفسروا تفسيرات خاطئة. يعني أنا هقول لك آية كريمة وابحث، بص خد الآية ديت منطلق للبحث عندك، يعني يجرؤون مثلا، يعني خد الآية ديت منطلق للبحث عندك. الله عز وجل يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. شوف ربنا حرم الحلال لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ومن بعد وفاته. إيه هو الحلال ده؟ إن الواحد يتجوز من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حال حياته أو من بعد وفاته، فحرم الحلال لأنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن من حق المرأة أنها تتجوز، لكن ربنا منع عنهن الزواج لأن هذا الزواج يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته ومن بعد وفاته. فما بالك بالسب والشتيمة والطعن في العرض؟ طب وهذه الآية ستقرأ إلى يوم القيامة. سجل سؤال أخير بس. تفضل. طب اللي يعني عايش بين مجتمع كامل مثلا وما يعني اللي سلف منه مثلا كل اللي أخذه مثلا عن هذا يعني تلوث دماغه مثلا أو قلبه ويعني عايز يصير
مثلا يرجع الى الله، يتوب الى الله؟ والله عندنا المسألة بسيطة جدا ولا فيها أي شيء. حضرتك هتصلي ركعتين لله عز وجل وتبكي فيهم وتقول يا رب تبت عن تبت من أي قول كنت أؤذي به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين. بعد كده لا تشرك بالله عز وجل، يعني عندما تقول تقول يا الله، تمام؟ عندما يذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكرهم إلا لا تذكرهم بسوء، ولكن اذكرهم دائما بالحسن، لأنهم من قاتلوا، يعني لو الصحابة دول منافقين، من الذي فتح البلاد؟ من الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات؟ من الذي ضحى بنفسه؟ من الكلام ده كله؟ القرآن الكريم أي إنسان يقول لك اعتلاه التحريف اقلع الجزمة ودي بيها. حسبي الله. أي واحد يطعن، أي واحد أنا بقول لك يطعن في علي، في الحسن، في الحسين، في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، برضو اقلع الجزمة ودي بيه. إحنا أهل السنة جماعة بفضل الله عز وجل أهل الإنصاف، ما عندنا لا نغالي، ما بنغالي في أحد أبدا، يعني زي ما هو كده بننقل السيرة بتاعته زي ما هي. أسأل الله، ادعي لنا شيخ، ادعي لنا. والله بص، الله أسأل الله عز وجل أن يهديك إلى ما يحب ويرضى، إلى ما يحب ويرضى يا رب. المسألة مسألة جنة ونار، مش مسألة دنيا. تخيل انت على دين كل حاجة فيه خوف، خوف النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خاف من ابو بكر، خاف من عمر، اتجوز من ابو بكر واتجوز من عمر وجوز بنتين والاتنين لعثمان، علي بن ابي طالب خاف من ابو بكر، خاف من عمر، ومع ذلك جوز بنته لعمر بن الخطاب، واتجوز مرات ابو بكر الصديق. ده في اي عقل يسمي ابنائه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟ طب فين؟ وبعد كده يقول لك أصله هو خاف منهم، وبعد كده أصل مراته اتضربت، وأصله ابنه أسقط، يعني كلها المسائل خوف خوف. وتسمع طب فين علم ده؟ يقول لك أصله محمول على التقية. طب هي فايدة الأئمة فين؟ فايدة العصمة إيه؟ وتيجي يقول لك أصل إحنا ليس عندنا كتاب صحيح. طب إيه فايدة الإثنى عشر معصوما؟ مفيش. طيب ممكن بس أوجه آخر رسالة لأخواني، يعني تفضل. يا أخواني والله العظيم أقسم بالله أن عمر يعني رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه، ويعني اللي بس فيه إحساس بس هيك، يعني بس اللي فيه إحساس بس بيحس أنه كذابين. نعم والله، وربنا يبارك فيك، وأسأل الله عز وجل أن يسدد خطاك. واحنا ما عندنا بقى شهادة تانية، ولا عندنا الأفلام ولازم تلعن ولازم تعمل، لا والله ما عندنا أي حاجة، هي مسألة توحيد. الله يجزيك الخير. التوحيد بالله، يعني شوف أنا بتابع مناظرات، أتفرج على مناظرات مثلا بينك وبين، من زمان يعني اتفرجت لك على بينك وبين مفتي بيروت، وبين الشيعة عثمان الخميس والشيعة مثلا، يعني اجتهيت شي مرة هيك الشيعة يغلبوكم أو شي، بس ما يعني الواضح أنه الحجة يعني. الحمد لله، فضل ونعمة من الله، فضل ونعمة من الله. الله يجزيكم الخير يا شيخي. الله يجزيكم أمين. الخير. اللهم أمين. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير، ربنا يعزك، ربنا يثبتك يا رب. اتفضل. الله يسلمك. الحمد لله، والله الحمد لله، فضل ونعمة من الله، فضل ونعمة من الله والله.